يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الآية الأولى أمرنا فيها بالوفاء بالعقود، ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمون السورة بسورة الأخيار، الذين يوفون بعقودهم وعهودهم، ويسمونها أيضا بسورة المائدة وهو المشهور، ويسمونها أيضا بسورة المنقذة من عذاب الملائكة. هذا الأمر الإلهي لنا في مفتتح السورة للوفاء بالعقود ينبغي أن نعتبره أشد الاعتبار. فالمؤمنون عند شروطهم إلا شرطاً، حرم حلالاً أو أحل حراماً. وما أكثر ما يتعاقد الناس ويتبايعون ويشترون ولا يسألون عن صحة هذه العقود، فإذا ما وقعوا في الحرام التمسوا أهل العلم وسألوهم وحاولوا أن ينقذوهم، محاولين إصلاح العقد حتى بعد فساده.